عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم أينما كنتم. اليوم الفيديو ديالنا داخل في السلسلة ديال العقارات، فكما تتشوفوا أنا متواجدة في واحد المول خاص بالسيارات، خاص ببيع وشراء السيارات. هذا المول هذا كبير تبارك الله، فيه طوابق كثيرة إن شاء الله. كل شيء هذا الشيء اللي نشوفوه في وسط الفيديو. الغرض عندنا اليوم من هذا المجيء ديالنا لهذا المول هذا هو عندنا واحد الطلب من عند بعض الزبائن اللي باغين واحد محلات تجارية، لأن هذا المول هو متخصص في بيع وشراء السيارات، لكن الداخل ديالو كاين طابق خاص بالمحلات ديال المطاعم، يعني لي فاست فود وداكشي. انتم غادي تشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله، غادي نوريكم المول كي داير، يعني هاد السيارات، يعني الطوابق اللي فيه، ونوصلوا ان شاء الله المحل التجاري. خليكم معايا ما تمشيو فين، بعد الانترو ونتلاقاو. وقبل ما ندخلوا ان شاء الله، عندي واحد الملتمس منكم، الله يجازيكم بخير. تنعرفكم انكم تتفرجوا في الفيديو الحمد لله، وكاين نسبه المشاهدات الحمد لله بدات تترتفع عندي في القناه، ولكن الحاجه اللي قليله بزاف وهي اللايكات ديالكم. تتعرفوا ان اللايكات هما اللي تساعدوا على انتشار الفيديو والتعرف على القناه اكثر، فالله يجازيكم بخير. ما تنسونيش من اللي لايك، الا كنتوا تتفرجوا دابا نزلوا ديروا لايك وكملوا الفيديو، مرحبا بكم. حنا دابا في الدخله ديال المول. المول كما شفتوا سميتو اوتوبيا، كما قلت لكم فيه جميع انواع السيارات، كاين المستعمله وكاين الجديد. يلا هذو كلهم موديل 2021. هنا سيارات ديال الرفيع، يعني هادو ماركات، انتم راك تتعرفوا لي مارك، راه كاين هادو رانج روفر، كاين الاودي، كاين كل الانواع، وكاين طبعا لاغام المتوسطه. المهم ها انتم معايا تتشوفوا كل شيء ان شاء الله. هنايا بانت لي واحد الامر اللي هو مزيان، يقدر يساعد حتى الناس اللي باغيين يشريو السيارات هنايا. واخا هذا ماشي الموضوع ديالنا ديال اليوم، ولكن بانت ليا فقلت نشاركها معكم. هنايا كما شفتوا هادو سيارات كلهم جداد، مرسيدس. هنايا كما تشوفوا وسط من معرض ديال الطوموبيلات الروعه، خصوصا المرسيدس، فدايرين واحد العرض. انا غادي نوريكم العرض اللي دايرين، يعني صراحه هادشي زوين، تيبان لكم شوفوا بحال جديد ولكن هو ماشي جديد، ولكن في نفس الوقت ضارب شي حاجه اللي قليله من الكيلومترات، يعني كاين اللي ضارب 3000 كيلومتر، 2000 كيلومتر، 4000 كيلومتر الى غير ذلك، مي تيبانوا روعه، تيبانوا باقيين جداد دوبل في. خليكم معايا. فالعرض هو هذا، تشوفوه نتوما، قال لك احصل على سيارتك بدفعه 50% والباقي لمده 48 شهر من دون معاملات بنكيه او اي كفيل. يعني بالنسبه للناس اللي مهتمين، حيت شحال من واحد تيسولني تيقولوا لي شحال الاسعار ديال السيارات وهذا، فمادام كاين هذا المعرض هذا، كما تتشوفوا كل شيء باقي جديد، يعني بريسك جديد. هادو 2019، هادي 2020، 2021. كنت بغيت نكمل لكم التصوير كله لداخل، ولكن ما تيبغيوش بزاف اللي يصور لهم هذا، كاين ماركات اخرى. هادي مرسيدس، اخرى فيات، يعني كاينين بزاف. ف تيدفعوا النصف، ومن بعد 48 شهر تيبقى الاقساط من غير ربا، من غير حتى شي حاجه. فصراحة هذا عرض زوين، زوين بزاف بالنسبة للناس طبعا اللي مهتمين.
هادو كلهم محلات هادو عامرين دابا، وهذا هذا هو اللي باغي يتباع، هو عامر حاليا. هذا طالبين فيه طالبين فيه 2 مليون و500. المهم التفاصيل ان شاء الله راه غادي نخليها في اما في صندوق الوصف، يا اما اللي كان مهتم يتواصل معايا عبر الانستغرام ان شاء الله. ومازال دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد المحل اخر في الفوق. هذا جل الحولية كاين صداع، جل تحت يعني لتحت يكون اقل يعني سعر من الفوق، ولكن الفوق عاوتاني شي حاجه اخرى غادي يكون خاص بالمحلات ديال المطاعم. مهم خليكم معايا ان شاء الله، حنا غادي نمشيو نطلعوا الفوق ونوريكم في نفس الوقت هذا المول كيفاش داير والمحلات ديالو كيفاش داير. فيه مهم فيه 148 متر، وكما تشوفوا لداخل كاين واحد بحال السده وفيها مكتب، يعني راه باقي كبير لداخل. المهم التفاصيل كامله ان شاء الله كما قلت لكم غنخليها لكم في صندوق الوصف. حدا هاد المحلات هادو اللي تبيعوا هاد الشيء ديال، لانه هو كما قلت لكم هذا مول خاص بالسيارات وبهاد المطار الكبار كبير بزاف ما شاء الله. دابا حنا نطلعوا دابا فيه 7 ديال الطوابق في المجموع، نطلعوا دابا لاسونسور الطبق الاول. هذا حنا جينا دابا للطبق الاول، غتورينا السيده واحد الدكان او محل اخر. شوفوا تبارك الله راه واحد الضخامه كبير لواحد الدرجه خياليه. هنايا محل ديال هكا اللي بغى شي حاجه على الخفيف، بسكوي او الماء او لا، موجود وسط من هذا. وباقي عاد ان شاء الله كما قلت لكم غادي نطلعوا للطبق الثالث، غادي يكون خاص غير بالمحلات ديال الاكل. هنا جميع انواع لي فواتور طوموبيلات كاملين، يعني جميع الموديلات ديال السيارات وجميع الانواع. كبير 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 ما شاء الله بزاف. كاين السيارات الاوتوماتيك وكاينه اللي العاديه. المهم خليكم معايا انا غادي نوريكم شي شويه هذا المحل هذا او هذا المول، لانه اسم محل ما يصلح ليش خاصو، حيت مول هو اصلا مسمينه مول. ها هو المحل اللي جينا نشوفوه. عاد من بعد كما قلت لكم غادي نطلعوا ان شاء الله للفوق تشوفوا المحلات اللي خاصه بالمطاعم. هذا المحل هذا اللي هو ماد موتورز، الحد ديالو وصل حتى لهنا حتى لهنا حتى جهه هذا لي زيسكالي، وهو فيه تقريبا 190 متر. تبارك الله هذا كامل، هذا المساحه ديالو كامله. حنا نشوفوه ان شاء الله قريب. السعر ديالو هذا زايد على الاخر، راه داير شي 3 المليون و 700. المهم كلشي داكشي ان شاء الله غادي نخليه لكم. حد هنايا ها هو المكتب، حد هنا ها انتم، هذا الشيء كامل هاد الطوموبيلات تابعين ليه. هذيك البيضة الاخرى حتى هنايا كامل هذا الشيء. وهذا الممر هذا ديال الراجلين هو حاليا مكريب، هو انفاس مع لاسونسور، مكريب ب 15000 ليره للشهر، و تيعطيو ضمانه ديال 3 سنين ديال الكراء. هنا شو واحد
الصوره من الفوق من شوفوا لتحت كيفاش داير، راه داير واحد الدوره كبيره، هذا طوابق للفوق. دابا ان شاء الله غادي نطلعوا للطابق الثالث اللي خاص بالمحلات ديال المطاعم. هذا هو الطابق الثالث والاخير، هو قلت لكم فيه 7 ديال الطوابق، يعني الطابق الارضي وثلاثه الفوق وثلاثه لتحت، هي 7. دونك هذا هو هذا منه اللاتيراس، فهذا تقريبا اكثر من النص ديالو مخصصينه غير هذا المحلات ديال المطاعم. وكاين هذا الطرف هذا فيه 5 ديال المحلات تبيعوا السيارات تاهما، حيت كاين طلب كثير ما شاء الله عليه، يعني على البيع والشراء ديال السيارات. هنايا كما تتشوفوا هذه لاتيراس، هذا بالنسبه لاي واحد خضع او شرى سياره تيجي تيدير ليها واحد لو تيست هنايا في عوض ما يخرجها برا ويجربها وهذا، فتيشوفها هنايا تيضربوها مزيان هنايا، وعاد ديك الساعه تيتفقوا هما ليها. هنا محلات ديال مأكولات، اصلا يلاه اليوم الاول اللي تفتحوا المطاعم في اسطنبول. هذا تاهو دكان اخر، فهذا هو المحل اللي باغي يتباع في هذا المول. هذا هاد المساحه هادي، انا بداو من برا، هاد المساحه اللي تتشوفوا هادي كلها اللي بالكري بالرمادي كلها ديالو، يعني اللي ياخذها يدير فيها اللي بغا، طوابل وهاد الكراسة وكل شيء بحال باقي بحال هاد الشكيله هذا اللي شفتو دابا قدامنا. ودابا غادي ندخلوا للمحل داخل. هنا هو كبير تبارك الله، فيه في المجموع 277 متر. هذا هو الداخل، وبرا اللي صورت لكم. وعاد كاينه لاتيراس، هاد لاتيراس هادي الحد ديالها كله حدا دوك السواري، هذاك هو الحد، يعني ممكن يخرجوا الكراسة طوابل اي حاجه. او بلوس دو سا عنده الامكانيه انه يركن ثلاثه ديال السيارات، يعني ثلاثه ديال السيارات تكونوا ديالهم، حيت السيارات يطلعوا هنايا كما قلت لكم. كاينه واحد لافونتاج هنايا، هو شوفوا العلو اللي كاين، تنعرفوا ان اي محل تيكون فيه العلو فتيكون مهوي وتيكون ضاوي وتيكون يعني مميز، فيه 8 متر ديال العلو. فهذا هو المحل، هو هذا. مهم اللي مهتم بالامر يتواصل معايا عبر الانستغرام، ونعطيه هذيك الساعه التليفون ديالي ونعطيه التفاصيل كلها ان شاء الله. ها هو من برا، فكاع المحلات يكونوا بحال هكا تيوليو بحال هكذا وبحال هذا. هذا كان نموذج، هاد وحده. حنا انا دابا تنصور باقي الحال الصباح، وكيف ما قلت لكم يلا اول نهار تحيد علينا الحظر، يعني على تحيد على القهوه وعلى المطاعم.
فكما تتشوفوا هنايا راه هاد الناس هادو كاملين مالين المحلات ديال اللي مأجرين السيارات وهذا اللي مأجرين المحلات ديال السيارات تيجيو اصلا كلهم راه كاين تقريبا في المجموع راه شي 500 محل ديال السياره يعني اكثر من 500 محل ديال السيارات وهادو هما المحلات حاليا اللي حالين وهاد الاخرين هادوك مبيوعين هادوك اللي ملهيه مبيوعين باقين هنا شي محلات قلال يعني شي 6 او 7 ديال المحلات اللي باقين والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تخليوا لنا شي تعاليق زوينه والى احتاجتوا اي حاجه مرحبا بكم دار داركم والسلام عليكم ورحمه الله.